طبابة ألف مع سامي البيروتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم مستمعينا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة من عيادتكم المسموعة، حلقة نهاية الأسبوع يوم الخميس طبعا المفضل عند الكل. إن شاء الله رح تستمتعوا وتنبسطوا وتستفيدوا كمان في هذه الساعة من طبابة ألف. كيف ممكن تسمعونا وتتعرفوا على موضوعنا؟ رح تسمعونا من خلال الراديو مباشرة، أو رح تحملوا تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو بلاي ستور، أو رح تزورونا على موقعنا على www.alifalifafm.com. تقدروا كمان تشاركونا من خلال الاتصال طبعا بأي سؤال أو استفسار أو مشاركة. تقدر تواصل معنا على أرقامنا 012-61-61-100 012-17-85-85. وتقدروا كمان تشاركونا من خلال SMS على STC 851040، موبايلي 663-1 وزين 70-13-13. وخلينا أول شيء نروح لأخبار طبابة ألف لليوم. حلو، أول أخبارنا اليوم في طبابة ألف، خبر يقول التلوث السمعي يتسبب في أمراض القلب والسمنة. تفاصيل الخبر تقول لما نحن نسمع أضرار التلوث، أول ما يخطر على بالنا هو طبعا سحب الدخان الكثيفة ذات التأثير السلبي على الصحة. لكن اللي ما يعرفه الكثير مننا أنه تلوث الضجيج ما يقل خطورة عن أشكال التلوث الأخرى. وفقاً لقناة سكاي نيوز يقول الباحث في علم النفس بجامعة كوين ماري البريطانية ستيفن ستانسفيلد إن الإنسان اللي يتعرض لمستوى مرتفع من الضوضاء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات صحية زي ارتفاع ضغط الدم، تراجع حاسة السمع وأمراض القلب والسمنة. طبعاً إحنا نتعرض بأيامنا هذه تحديداً للضجيج في عدة أماكن، الشوارع اللي طبعاً فيها السيارات إضافة لوسائل النقل، وبعض أكيد نوادي مثلاً أو الأماكن اللي فيها موسيقى عالية، مثلاً الجيم أحياناً يكون في موسيقى عالية، ممكن الآن كمان السينما ممكن تكون في أفلام صوتها عالي إلى آخره. بما أن الذين كمان يسكنوا أحياناً على مقربة من الشوارع العامة زي مثلا هنا يسكنوا تقريبا على طريق الملك أو طريق المدينة، فإنهم يعيشوا بصورة أكبر من الضجيج، وبالتالي يأثر على نومهم تحديدا، يعانوا شوية من اضطرابات في النوم. طبعا هذا الشيء ممكن يؤثر مباشرة على راحتهم وسلوكهم خلال فترة النهار. ثاني أخبارنا اليوم في فقرتنا، فقرة طبابة ألف الأخبار، التنفس عبر الأنف يساعد في تخزين الذاكرة. كيف؟ في دراسة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا السويدي، طبعا نشرت في أحد المجلات الطبية، أن التنفس عبر الأنف تحديدا راح يساعدك في تخزين الذاكرة بشكل أفضل. ما تحس أنه أحيانا لما تشم مثلا عطور معينة في أماكن معينة دائما العطر يرتبط بالمكان تحديدا؟ يعني لما تروح هذا المكان أو تشم هذا ريحة العطر تحديدا تفتكر المكان هذا، فهي هنا نقدر نقول أنه هو فعلا يرتبط بالذاكرة ارتباط مباشر. طبعا هم أجروا الكثير من البحوثات على بعض الأشخاص، وأحد أسباب حدوث هذه الظاهرة ما كان متاح سابقا للدراسة، أنه يعني خليني أقول لكم كيف صارت هذه التجربة تحديدا. يقول لك مثلا أثناء المذاكرة أحيانا وقت التعلم والإدراك تنفس دائما من خشمك، لأنه ممكن وقتها لما تحتاج المعلومة أنك تقدر تدركها وتسترجعها بشكل أفضل. طبعا شرح الدكتور آرتن أرشيمين أن الخطوة كانت قياس بالضبط إيش اللي حدث في الدماغ خلال التنفس، وكيف لأنه هذا الأمر ممكن يكون فعلا مرتبط بالذاكرة ارتباط مباشر. حلو، وفي خبر ثاني يقول علاج ثوري للقضاء على السل،
وتفاصيل الخبر تقول سجل علاج جديد للسل المقاوم للمضادات الحيوية نسبة نجاح وصلت ل 90% بحسب ما بينت نتائج تجارب سريرية من شأنها أنه تحدث طبعا خرقا في احتواء هذا المرض الفتاك. وبحسب العربية دوت نت كان الفريق أو فريق من الأطباء في بيلاروسيا سجلوا أحد أعلى مستويات داء السل المقاوم للمضادات الحيوية، طبعا يقوم بمعالجة مرضى خلال أشهر عدة بواسطة هذا العلاج الجديد ومرفقا كمان بمضادات حيوية أخرى، وسمحت هذه التجربة بشفاء 168 مريض من أصل 181. وبحسب منظمة الصحة العالمية لا يمكن شفاء سوى 55% من الأشخاص المصابين بداء السل المقاوم للمضادات الحيوية، وسجلت نسبة النجاح عينها المحققة خلال التجربة المنظمة في بيلاروسيا 93%، وأجريت في بلدان أخرى تجارب سريرية من هذا القبيل تحديدا في أوروبا الشرقية، إفريقيا وجنوب شرق آسيا. هذه كان موضوعنا لليوم في فقرة طبابة ألف، وأكيد زي ما عودتكم دائما رح يكون أكيد عندنا موضوع لسه رح أتكلم فيه مع ضيوفنا أو ضيفتنا اليوم طبيبة مختصة في موضوعنا. طبعا الكل الآن صار يعرف إيش الليزر. الليزر طبعا إحنا نستخدمه ولي استخدامات كثيرة، اليوم رح أتكلم فيها طبعا، ورح أتكلم تحديدا في ليزر إزالة الشعر. دائما بيجينا صراحة تفاعل وأسئلة على ليزر إزالة الشعر، هل ممكن يناسبني؟ ليش ممكن ما يناسبني؟ أنا لما أنا قادر أتخلص من الشعر بشكل يعني بشكل أكيد 100% ما بتخلص منه ولا لا؟ هل ممكن أني أتعرض لحروق؟ إيش هي الأشياء الاحتياطات المفروض أني أنا أحطها في بالي إذا حابة أني أجري هذه التقنية؟ هل ممكن المفروض أحط بنج؟ لا يعني حواذ استخدام محاذير معينة؟ هل عادي للسيدة الحامل تسوي ليزر؟ لا، كثير تفاصيل اليوم رح نتكلم فيها في طبابة ألف مع الدكتورة غادة عبد الوهاب أخصائية التجميل والليزر. أول شيء حابة أمسي عليك بالخير دكتورة غادة. مساء النور. يا هلا وسهلا فيك طبعا في طبابة ألف لليوم، وإن شاء الله هذه الساعة تكون مميزة ومفيدة كمان أكيد لكل المستمعين إن شاء الله. حلو، بما أنه إحنا نتكلم عن الليزر، فالليزر عالم، يعني الليزر في استخداماته نقدر نقول داخلة في كل التخصصات الطبية، إن كان عيون، إن كان تجميل، إن كان إلى آخره. اليوم تحديدا إحنا رح نتكلم فيه من ناحية ليزر إزالة الشعر، رح يعني نتخصص هذا الموضوع تحديدا. خلينا في البداية أول شيء دكتورة غادة نقول إيش هو الليزر تحديدا؟ الليزر عندك هو تقنية مثل ما تفضلت، يعني بيعالج البشرة، بيعالج العيون، صار يعني في كل شيء. تمام، هو جهاز يعني يعتبر ضوئي بيجي على احنا بالنسبه للشعر مثلا. تمام. بيجي على البشره وبيعالج مشكله معينه. مثلا عندك اللي هي الشعر الزايد، حلو، عندك التصبغات، مشاكل البشره، سواء ممكن يكون عندك اكزيما او اي مشكله في البشره. تمام، وعندك المسامات الواسعه، عندك في ناس كثير فعلا دائما المسامات الواسعه بالنسبه للناس. ايوه، هذه مشكله الكل بيعاني منها. صحيح. للاسف بهذا الوقت. وعندك كمان بالنسبه للحروق، اذا في حروق، مشاكل في البشره. تمام. يعني بيجيني بس متعرضوا للحروق في نفس الشيء بنعالجها كمان بنفس تقنية هذا الليزر. جميل، يعني بشكل عام الليزر استخداماته كمان تعتبر كثيرة في مجال الجلدية والتجميل. تمام. ممتاز، خلينا كمان نتكلم تحديدا عن ليزر إزالة الشعر، بما أنه هو خلينا نقول ليزر اللي فعلا أكثر شيء الناس تتكلم فيه، أو هو فعلا فعاليته خلت كمان الناس كثير تتكلم فيه. دائما أول سؤال بيجي في بال المريض لما يروح يسوي ليزر، هل أنا راح أتخلص من الشعر بشكل نهائي وأكيد؟ تماما. هلأ عندك بالنسبة للتخلص نهائي لازم الاستمرارية. تمام، يعني أنا أبتدي في خطوة بالعلاج، هو يعتبر علاج مثله مثل باقي العلاجات. يعني ما ينفع أنا مثلا أبتدي الليزر وجلسة جلستين وأقول خلاص. في عندك بعض الحالات حسب البشرة، حسب الجسم استجابته. في ناس أول ما بتعمل جلسة بتخلص نهائي، وفي ناس بتوصل مثلا للثمانية، بتوصل للعشر جلسات حسب المشاكل عند الشعرة وحسب هي طبيعة جسمها. تمام. تمام، تختلف طبيعة البشرة من وحدة لوحدة، بتختلف من جسم لجسم. بس طبعا الأجهزة تطورت وصارت الحمد لله، يعني صار يعني سرعة أكبر أكيد. وفي طبعا في شيء اسمه نهائي،
خلص مدى سنين ولا 5 ولا 6 سنين ممكن يظهر له يعني 2 أو 3% شيء بسيط تمام. بعد العلاج حلو. بعد كم سنة دائما كمان يقولوا أنه الشخص اللي بيعاني مثلا من موضوع الشعر الزايد كمان أحيانا لون الشعر يحكم في أنها هي ممكن فعلا تختفي أبديا أو لا، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا زمان أيوة كانت تختلف يعني كانت الأجهزة ما تطورت كتير فكان ممكن مثلا بعد فترة يرجع، بس هو اللي بيختفي تماما نهائيا الشعر الأسود، الخفيف مو بيوصل لمرحلة إنه مرة خفيف زغب ما بينشاف تمام. اللي هو الخفيف الوبري نقدر أيوة نقول أيوة. وهو طبعا الحمد لله يعني هلا بهالفترة يعني قدرنا نشتغل عليه بالأجهزة تطورت فصار يختفي مثله، يعني هي كمان ناحية حتى الوبري صار يختفي، صار يختفي يعني. أيوة بدون مشاكل بدون ما يزيد يعني تمام ممتاز جميل جدا. رح نكمل أكيد موضوعنا مستمعينا مع ضيفتنا لليوم دكتورة غادة عبد الوهاب، لكن بعد الفاصل خليكم على السمع. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف، رح أذكركم بأرقام التواصل معنا أكيد لو عندك أي سؤال أو استفسار حاب تطرحه لأخصائية التجميل والليزر الدكتورة غادة عبد الوهاب، تواصل معنا على 012-61-61-100 012-61-75-85. وتقدروا كمان تشاركونا أسئلتكم على أرقام الاسمس على STC 85 10 40 موبايلي 66 3 0 1 وزين 70 13 13. حلو. دائما دكتورة غادة يقولوا إنه مثلا يخوفونا من موضوع لما تكوني متشمسة لا تسوي ليزر، فهل هذا الشيء صحيح إنه لما أي أحد فينا ممكن يسوي تان أو يتشمس هل المفروض يبتعد عن الليزر واستخدامه؟ لا لا عادي بالنسبة لهالموضوع هذا عادي جدا ممكن. ممكن كان في السابق أو الآن مع التطور؟ أيوة هلا مع التطور طبعا الأجهزة عادي ممكن تتشمسي وتعملي ليزر عادي بدون أي مشاكل. تمام يعني تمام. في جهاز ممكن يساعدني أيوة. أنه أنا أتشمس مباشرة أنا هما كانوا دائما بيقولوا انه فعلا الشخص ممكن يتعرض لحروق في حال انه سوى ليزر وهو متشمس. هي بتجيني حالات تقريبا هيك يعني بتكون مثلا عملت في جهاز وبتكون متشمسه حتى لو قاعده شهرين متشمسه فبتقولي حصل لي حروق تجيني، فانا بقول لها لا ارجع يتشمسي حتى تروح هذه لانه بصير عندك الجسم اسمر والبقع بتصير ايش بيضه زي البهاق تمام. فأنا بقول لا بنصحها أنها تتشمس وتجيني وبتكمل ليزر عادي كتير. تمام ممتاز. طب هل في أشخاص فعلا ما يقدروا يجروا تقنية الليزر اللي عندهم مثلا ممكن يكون عندهم مشاكل معينة بالبشرة؟ لا ممكن يكون عنده بهاق مثلا أمراض معينة ممكن تمنعهم منها. اللي ممكن تمنعهم أما حد عادي ممكن مثلا أنا بتجيني مثلا عندك روكوتان بتاخد عادي تعمل تتشمس عادي تعمل يعني الحمد لله تطورت الأجهزة ما عاد مثل الأول. جميل جدا حلو. طب خلينا نقول بما انه تطورت الاجهزه وعاد كمان كل شيء خف بالمقابل انه كل واحده كانت صارت تتشمس وهي كمان تقدر تسوي ليزر، الالم فرق اكيد سابق في السابق كان في الم فعلا، فهل الاجهزه الان كمان راح تساعد؟ دائما يمكن اسئله كثيره تقول لك راح اتالم ما راح اتالم، يعني اكيد في مرضى كثير بيجوكي دكتوره غاده بيسالوكي فعلا هل راح احس بالم او لا؟ هو اول شيء اول ما بتدخل وخصوصا اللي جربت مثلا في بنات يعني بتقول لي عملت من 5 سنين أو 4 سنين او حسب فبتقول لي حسيت بالالم ووقفت الليزر. تمام طبعا الحمد لله هلا عادي ممكن تعمل دحين وعادي ما في اي مشكله ولا في الم، وما ويفضل يعني انه ما تستخدم بالنسبه للمخدر يعني عادي تعمل بدون الم وان شاء الله ما في اي مشاكل ان شاء الله. جميل. طيب في استفسار على الاس ام اس بيقول الاستفسار من الاخ فايز يقول عندي منطقه براسي صلعاء كنت بعاني من داء الثعلبه، كيف ممكن اعالج هذا الشيء مو الثعلبه اللي هي المنطقه الصلعاء من خلال التقنيات الجديده؟ طيب عندك الـ بالنسبه الـ البلازما ومجموعة فيتامينات يعني ما شاء الله أنا كذا حالة عملتهم الحمد لله يعني دحين هلا بالفترة هاي اتطورت وابتدى الحمد لله ينبت شعر. طب بتاخذ فترة طويلة ولا؟ لا لا ما شاء الله تحتاج متابعة إيش؟ هلا بده أيوة يعني لازم المتابعة طبعا كل أسبوع لازم جلسة تمام بتنحقن بالمنطقة بدون ألم يعني ألم مرة بسيط يعني تمام تحت الجلد شوي
وإن شاء الله بإذن الله يعني كثير حالات ما شاء الله ابتدى يطلع لهم، حتى صلع وراثي ما شاء الله أنا اشتغلت عليها وابتدت الحمد لله. في السابق في بعض حالات الليزر كانوا يستخدموا نوع من البنج أحيانا، الآن هل تغير هذا الشيء مع التطور؟ والله يعني بالنسبة أنا عندي ما في الحمد لله، يعني ما يعني الألم بسيط كتير، يعني بتكون منطقة جدا مثلا ممكن تكون حساسة، أما بالجسم نهائيا ما في أي شيء وبسيط يعني الحمد لله. البنج ممكن يتعارض مع الليزر؟ أيوة طبعا، هلأ عندك إذا استخدمتي البنج بيضعف فعالية الليزر، يفضل أنه يستخدم على الجسم بدون أي شيء وبدون ألم كمان إن شاء الله. هو لو موضوع أنه التبريد عالي خلاص ما بتحسيه بالألم. أتوقع هذا الشيء اللي فرق من زمان الآن، موضوع التبريد. التبريد سابقا الجهاز كان بس يلسع، ما في أي نوع من التبريد فعلا. طيب جميل، رح أرجع أذكر أكيد المستمعين بأرقام التواصل معنا على 011-61-61-100 011-2-17-85-85. طب هل في حال أني أنا تعرضت لتقنية الليزر أو أجريت تقنية الليزر، هل في بعض الأجسام ممكن تتأثر بعدها، يحمر، في شوية حمار، في تحسس، الأشياء الأثار اللي ممكن تطلع بعد إجراء التقنية؟ هلا شوفي والله عندك لا لا تقريبا يعني في هالموضوع لا، إلا اللي بتكون بشرتها مثلا يعني تعرضت قبل، يعني في حالات أنا بتجيني كتير قليلة اللي بتكون عملت ليزر مرة كتير، مثلا عملت سنتين ثلاثة وما عم تستفيد أو الشعر عم بيزيد عليها، بتكون تعرضت كتير لأشعة الليزر، فمثل هيك بتكون شوي بشرتها حساسة. تمام، فبدي يعني بدها طبيعة التعامل يعني تكون خاصة حتى ما يحصل لأي مضاعفات أو أي مشاكل. أما بالحالة العادية اللي بتجي بتبتدي على طول، ما في أي احمرار، ما في أي مشاكل. ممكن بعض الحالات يعني اللي هي بتكون عندك يعني كتير كتير نسبة قليلة، يعني 1% اللي ممكن تجيها حكة اليوم الثاني. تمام، شيء بسيط مثلا يعني عرفتي، مجرد ما تاخد كريم للحكة بس، أما احمرار وانتفاخات أبدا أبدا. هذا أبداً. أتوقع لو كان في احمرار وانتفاخة ممكن يكون أصلا يدل على أنه مو ليزر، يمكن أنها تعرضت لحرق أو شيء معين. أيوة أيوة بكون، أيوة مثل ما بكون قبل عملة ليزر وحاصل لمشاكل والبشرة كتير صارت عندها حساسة فما عاد تتحمل الليزر، وممكن يحمر شوي بسيط يعني مرة بسيط. تمام. أي أو ممكن أنا مثلا بنصح مثل هيك بشرة بتجيني حساسة مثلا أول مرة جتها حساسية، يعني اليوم الثاني جتها حكة. تمام. يعني تجي زي كده خفيفة زي الناموس خفيف يعني. فبالجلسة الثانية بالسيشن الثاني ففي نوع كريم أنا بعطيه بتستخدمه قبل بثلاث أيام، تدهن منه كل يوم مثلا مرتين أو ثلاثة، لما بتجي الجلسة بتكون هي مستعدة لهالشي فما بيحصل لها أي شيء نهائيا بعد. تمام جميل حلو. طيب أنا كإنسانة أجريت تقنية الليزر سويتها وكان فيها نتيجة مرضية وممتازة، كيف ممكن أحافظ على هذه النتيجة أكبر مدة أو أكثر مدة طويلة؟ هل مثلا لو مثلا حسيت أنه في شعر طلع مرة ثانية، طريقة إزالته مرة ثانية ممكن تفرق في أنه هو رجع يطلع بكثافة أكثر أو؟ طبعا ايوه بدك تحافظ. هلا كل ما ابتدى مثلا عملتي يعني يعني كم جلسه ووقفتي شوي مثل ما تفضلتي، يفضل بعد مده اول ما يبتدي يطلع الشعر انك تشيلي بالموس وترجعي تعيدي الجلسه. تمام. اماكن اللي طلع فيها لو وقفتي بهيك حاله وما رجعتي كملتي اللي زال، الاماكن اللي انت شلت عم ترجعي بتشيليها بالموس هي بترجع بتتاثر. طبعا اللي راح ما في يعني خلص انتهى، بس اللي بيتأثر اللي بيرجع يطلع. تمام تماما ممتاز جميل. راح نكمل أكيد موضوعنا مستمعينا، وبعد الفاصل راح أكيد نكون جاهزين نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم للدكتورة غادة عبد الوهاب. فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي البيروتي. أذكركم من جديد مستمعينا بأرقام التواصل معنا لو عندك أي سؤال أو استفسار حاب تطرحه على ضيفتنا في طبابة ألف اليوم الدكتورة غادة عبد الوهاب أخصائية التجميل والليزر. تواصل معنا على 011-61-61-100 011-2-17-85-85، وتقدر أكيد كمان تشاركنا من خلال الـSMS على STC 85-10-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13.
ونرجع كمان لموضوعنا من جديد. بالنسبة كمان لليزر إزالة الشعر دكتورة غادة، هل السيدة الحامل تقدر أنها تجري تقنية الليزر؟ أيوة عادي، بس بعد عندك الشهر الثالث تمام عادي، ممكن ما في أي مشاكل، حتى على البطن عادي ما في أي مشكلة، يعني بعد الشهر الثالث تحديدا. أيوة أفضل، يفضل دايما هلأ بالشهور الأولى عندك دايما الحامل أي شيء يعني ممنوع هي، لأنه تحس أنه أي شيء ممكن تحس أنه ممكن يضرها أو يأثر عليها، صح تبتعد حتى لو عنه نفسيا، يعني ممكن هلأ هو طبعا حتى بالشهور الأولى ما بيعمل مشاكل، بس يفضل أنه المرأة الحامل أي شيء تبتعد عنه نهائيا. تمام ممتاز. خلينا نروح كمان على موضوع التصبغات، آثار حب الشباب، هذه الأمور يعني كثير من الشباب والبنات كمان تلاقيهم في الفترة من حياتهم أكيد حب الشباب شوية بيضايقهم وبيكون في أحيانا في بعض أنواع البشرة بيسيب أثر، فهل الآن كمان في تقنيات ممكن تساعدنا على أن نتخلص من هذا الأثر؟ بالنسبة حتى الآثار حب الشباب كيف ممكن أتخلص منها؟ تمام، هلأ عندك بالنسبة لأثر حب الشباب إما بيكون عميق كتير أو بيكون شوي سطحي، فكل حالة إلها عندك تكشير معين. يعني عندك الفراكشنال بيكون قوي، بيعالج اللي هي الندبات والحب الشباب اللي بتكون مرة عميقة، تمام؟ أما العادية السطحية ممكن عندك التي سي اي الكيميكال، يعني في نوع تأشير تاني تمام يستخدم حسب النوع الحب الشباب بيقله تعامل خاص فيه. تمام. طب وبالنسبة أيضا للتصبغات، هلأ التصبغات عندك نفس الشيء كمان الحمد لله، أنه هو نفس الجهاز الليزر إذا في تصبغات عميقة هو نفسه بيعالجها. طبعا من أول ما يعني ما بنبتدي من أول جلسة سيشن على طول بيبتدي بيخف التصبغات، حتى كتير حالات يعني أنا شفتها بيكون كريمات وأشياء كتير بقولوا لي ما استفدنا، والحمد لله ما شاء الله أول ما بنبتدي على طول بتفتح وبتبتدي بتختفي بالتدريج. بالذات الحالات اللي هي الحساسية البشرة، في ناس بتعاني من حساسية معينة، أكزيما معينة وتصبغات، والحمد لله بتتحسن على طول. حلو. أيه. بعدها المفروض دائما أحس دائما موضوع الجلدية يبغاله فعلا متابعة، يعني الواحد لما يكون عنده أثار حبوب مو بس مجرد أنه أنا رحت العيادة سويت جلسة رجعت اختفت، الموضوع دائما في دائما العيادات الجلدية يحتاج متابعة فعلا صح من المريض. بالك. صحيح هذا الكلام، حتى الليزر نفس الشيء إزالة الشعر، يعني مثل ما قلت لك أول أنه في ناس خلاص فكرت عمل جلسة خلاص، صح في ناس بتستجيب ما شاء الله من أول جلسة وبتختفي تماما وما بتحتاج بعده، بس برضو في حالات لازم متابعة، يعني مثل ما قلت لك هو علاج مثله مثل باقي العلاجات لازم المتابعة. بس الشيء تصبغات والبالج. تمام حلو. في بعض الاستفسارات على الاس ام اس تحديدا عن الهالات السوداء، كمان الهالات السوداء شيء ضايق صراحة بالنسبة لكثير أشخاص، بيكون أحيانا بسبب مثلا قلة نوم شيء معين، لكن أحيانا بيكون كمان بشكل مبالغ فيه مأثر على الوجه، فهل كيف ممكن يتخلص منها أي أحد يعني؟ صح، هل عندك في نوع حسب النوع، يعني في عندك أحيانا بتكون الظاهرة على البشرة فهذه يبغالها تكشير، وبعده بنستخدم كمان الميزو، عندك علاج الميزو سيرابي اللي هو بيعالج يعني الهالات السوداء، حتى يعني في بعض الحالات بدون يعني ما تحتاج حقن تعتبر موضعي سطحي. تمام، مرة حلوة يعني ما شاء الله وعم بتجيب نتائج حلوة. حلو. في استفسار على اسم اس يقول عندي تساقط في الشعر وضعف فيه، مجرد سحبة تنقطع بسرعة وأصبح عندي تحديدا فروة شعري أحس أنه ما هي يعني الشعر ما هو قوي أو الجذور الشعر ما هي قوية، كيف ممكن أساعد هذا الموضوع أو كيف ممكن أتخلص منه؟ تمام، هلا أول شيء بالنسبة لهيك حالات بتجي كيف بتقولك عندي تساقط أو الشباب أو أيا كان، عندك أول شيء لازم فيه تحاليل، تمام لازم يعني أغلب بتكون مثلا نقص حديد، بتكون نقص الفيتامين د، بيكون يعني عدة أسباب، فالأفضل أنه أول شيء لازم يعمل تحاليل، وإذا ما في أي شيء أو في نقص عنده يبتدي ياخد العلاج ونبتدي نحن في الحقن. يعني أول في البداية نعالج المسبب، أيوة الأسباب من داخل، وبعدين نبتدي نحن نبتدي نشتغل على الموضع. يعني جمع. يعتبر أيوة هلأ عندك الموضع هو بيسرع التساقط وبيمشي بالدم بسرعة، يعني بدل ما أنا مثلا أخذ كمية فيتامينات عشان تقوي لي شعري وتطلع لي شعر بجسمي أو تعمل لي مشاكل تانية أو تزيد لي وزني، فعندك الموضع البلازما هو والفيتامينات هي موضعية وتعطيني نتيجة أسرع وأقوى كمان.
تمام جميل. في استفسار من أميرة تقول السلام عليكم، أنا عمري 25 سنة بعاني من كثرة الشعر في جسمي، لكن تحديدا في أماكن غير مرغوب فيها، يعني زي بالظهر، بالكتف، بالرقبة، فهل هذه الأماكن تحديدا ممكن كمان أعمل لها ليزر وأستفيد؟ طبعا أكيد، ما في أي منطقة بالجسم عادي ممكن تعمل، أنا حتى الأكتاف، الإيدين، الشعر الخفيف زي ما قلنا، الوبري أبدا ما بتخاف أنه يزيد نهائيا. كل الحالات الحمد لله احنا بنشتغل عليها. جميل. لانه الجهاز مثل ما قلت لك مطور وعادي. حلو. من جديد مستمعينا اذكركم بارقام الاس ام اس لو عندكم اي سؤال او استفسار حابين ترسلوه او تطرحوه اكيد على الدكتوره غادة عبد الوهاب. تواصلوا معنا من خلال الاس ام اس، ارسلوا استفساركم على اس تي سي 851040، موبايلي 663-1 وزين 70-13-13، أو أيضا تواصلوا معنا عبر الهاتف على 012-61-61-100، 012-217-85-85، وكمان تقدروا كمان تشاركونا عبر تويتر أكيد على هاشتاغ طبابة ألف. مستمعينا فاصل أخير وراجعين، خليكم مع السماء. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا هلا والله فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف. طبعا زي ما قلت لكم موضوعنا اليوم عن الليزر واستخداماته، تكلمنا في الحلقة عن كل استخدامات الليزر، كيف ممكن يستخدم في العلاج، في كمان إزالة الشعر، وكان في أكيد استفسارات كثيرة جاوبت عليها الدكتورة غادة عبد الوهاب. طب دكتورة قبل أن نختم حلقتنا، إيش توجهي فعلا نصيحة لكل الآن بيسمعونا شابات وشباب، وبشكل عام كيف الواحد دائما يتمتع ببشرة حلوة؟ يعني ما نبغى نقول بيرفكت فظيعة، ودائما بشرة كويسة، إيش الأشياء أو الخطوات اللي أنا ممكن أسويها يوميا أخليها في أسلوب حياتي تخليني أتمتع بهذه البشرة؟ تمام. هلا عندك أول شيء شرب المي أهم شيء، النوم المزبوط، صحي، تمام تمام، بتاخد كفايته من النوم لأنه هو أكثر شيء للبشرة، 8 ساعات يعني أيوة كده وفوق أيوة. عندك كمان التوتر هو أكثر شيء ما بيأثر على البشرة، هذا صعب صراحة ما نتوتر يعني قدر الإمكان. تمام. عندك الواقي الشمس، لازم السن بلوك على طول يومياً برا، أول ما أخرج من البيت أول ما أخرج من البيت أيوة، طبعا اللي يناسب البشرة حسب البشرة جافة أو البشرة الدهنية تمام. وعندك الأكل الصحي كمان، الأكل مهم، عرفتي أكلات الوجبات السريعة دي الواحد أدى الإمكان يبعد عنه، يأكل الأكل الصحي كمان. عندك بالنسبة للتشميس التشميس أيوة، كمان الشمس المرة كتير البنات، في بعض البنات بتبالغ فيها كتير كمان، هاي بتأثر، بتسبب شيخوخة مبكرة كمان، سواء على يعني على الجسم أو البشرة كمان، الوجه بشكل عام بتلاحظي يمكن بعض السيدات المرضى اللي بيجوا عندك بتحسي أنه مثلا كثرة التشميس فعلا ممكن تزيد من ظهور التجاعيد بشكل مبكر جدا. تماما أيوة أيوة، دايما هاي بلاحظ فيها، وأكثر البنات أنا بنصحهم فيها. هلا مهما يعني أخذت مرطب للجسم أو شيء، أو استخدمت يعني مثلا شربت مي كتير، بس خلاص يعني المشكلة يعني المبالغة عرفتي، تتشمس ما في مشكلة يعني، بس مو مبالغ، في ناس كتير بتبالغ بشكل محدود. أيوة أيوة. جميل جدا ممتاز. دكتورة غادة يعطيك ألف عافية، شكرا لك على وجودك معنا اليوم في طبابة ألف. مستمعينا شكرا لكم، شكرا على طيب لكم كتير. شكرا لكم مستمعين على طيب الاستماع لحلقة اليوم من طبابة ألف. طبعا تقدر ترجع تسمع الحلقة من جديد على قناتنا في اليوتيوب على ALIF FM، وأكيد لقائي فيكم رح يتجدد يوم الأحد الساعة 1 للساعة 2 الظهر في طبابة ألف، وبعد موجز الأخبار بإذن الله رح أرجع ألقاكم في برنامجكم القانوني، برنامج من حقك. كنت معكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.